وهنتكلم اكيد عن ملف كره القدم، وبنتكلم طبعا بمناسبه ان احنا خلاص يعني وبعد غياب الاهلي بيستأنف مبارياته، ده اكيد ضمن منافسات الجوله ال 14 في بطوله الدوري الممتاز. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق ادى مرانو امبارح على ملعب التتش ده استعدادا لمواجهه طلائع الجيش اللي بتقام النهارده على استاد الاهلي والسلام تحديدا الساعه 7:30. اكيد هنرجع نقول باذن الله الفوز يكون حليف الاهلي في المباراه اللي اكيد مهمه جدا النهارده، ونرجع نقول برضو خصم ليس يعني بضعيف او خصم مثلا ان احنا نقدر نقول لا ماتشه هيعدي، لا اكيد اي مباراه الاهلي بياخدها بتكون مباراه في غايه الاهميه، فبالتوفيق ان شاء الله النهارده. مفيش شك هي مباراه مهمه لان هي بدايه لمرحله في منتهى الاهميه، لانه من الطبيعي جدا ان انت تثبت للجميع ان البطل سريعا ما ينهض وسريعا ما يستكمل مشواره في البطولات المختلفه. النهارده احنا متاكدين ان شاء الله الكلام ده هيظهر امام طلائع الجيش عشان تكون خطوه ترجعنا على مكاننا الطبيعي في قمه الدوري المصري. المؤكد كمان ان زي ما بنقول هي دي الرساله اللي كان حريص عليها كابتن محمود الخطيب في اجتماعه الاخير مع اللاعبين لما كان بيتكلم بضروره التكاتف على هدف واحد وهو الانتصارات. المباراه امام طلائع الجيش تحقق باذن الله بفوز معنوي مهم كده في طريقك نحو الانتصارات المحليه المنتظرانه، وكمان بتدخل مباراه دوري الابطال مع فتا كلوب، وكمان وانت في احسن حال، خلينا نقولها كده، او في احسن معنوياتك. صحيح، الجهاز الفني حاليا بيجهز كل اوراقه الحاليه وكمان المستقبليه، عشان كده كان في اجتماع مهم بين فيتسو موسيماني المدير الفني مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي على هامش المران للاطمئنان على حاله اللاعبين المصابين واللي بيخضعوا لبرنامج علاجي لتجهيزهم للمرحله المقبله ان شاء الله. هنقول باذن الله مبروك للاهلي بكره ان شاء الله، واكيد كلنا متفائلين واثقين من اللاعبين ومن الجهاز الفني. وخليني اقول لحضراتكم كمان باتشو موسيماني اعلن عن قائمه الفريق اللي ضمت هنا محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر ابراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، وحمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، علي لطفي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، سعد سمير، اكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، وجونيور اجايي، محمد هاني ومصطفى شوبير.